برنامج دقائق رمضانية. رمضان لا تكفيه دقائق، بل رمضان هو العمر كله. برنامج دقائق رمضانية نستضيف فيه شخصيات أكاديمية لها بصمتها الواضحة في مجال العمل الجامعي والأكاديمي، قسم الإعلام والاتصال الحكومي بالجامعة المستنصرية. رمضان كريم، كل عام وأنت بألف الخير دكتور، نعاد عليك بالصحة والعافية إن شاء الله. أهلا وسهلا بحضرتك في برنامج دقائق رمضان. دكتور، مع ساعات الصيام الطويل وأيضا تقليص الدوام ساعة واحدة، آلية العمل وخطة العمل في هذا الشهر الفضيل مع حضرتك؟ يعني بالتأكيد رمضان إلى طقوسه وإلى خصوصية في التعامل معه. شخصيا أنا ما اختلف عندي الأمر، يمكن أمس كنا في زيارة أيضا ميدانية للأقسام الداخلية واليوم كذلك، فتقريبا نفس النمط ما تغير كثيرا. ربما اللي يتغير أنه مساحة حركتنا أكبر لأنه عدد المراجعين أقل في رمضان، تأكيد لأنه قد تكون الناس منشغلة، قد يكون صيامهم وشعورهم بالتعب في رمضان ما ينطيهم فد دافع كبير بالحضور للمقابلات، وبالتالي عندنا وقت أكبر. أنا عندنا تأهيل لمدخل كلية الآداب، وأيضا عندنا عمل مستمر في الأقسام الداخلية وقطاع أشواط كبيرة، فضلا عن زيارتنا إن شاء الله مخططين أيضا أن ننجز شيء خلال شهر رمضان المبارك في كلية طب الأسنان، اللي هو نشعر بأنه الهدف الاستراتيجي إنه خلال هذه المرحلة المشروع شارف على الانتهاء، وهو إنجاز نوعي كبير يحتاج أن نتواجد ميدانيا فيه. المشكلة أنه المسافة بعيدة بين القادسية، مجمع القادسية وشارع فلسطين، لكن بكل الأحوال عملنا مستمر ورغبتنا كبيرة في أن الجامعة المستنصرية تتقدم وتزدهر أكثر فأكثر. نعم دكتور، مع زيادة الأمان في العاصمة العراقية بغداد وأيضا عموم العراق، ايضا يعني شهر الفضيل، هذا الشهر الفضيل طقوس وعباده ولمه، اجواء هذا الشهر الفضيل مع العائله الكريمه باعتبار ايضا لهم حق. نعم. يعني تخصيص وقت بعد هذا العمل الاداري والعمل المتعب نهار كامل. يعني الحقيقه العائله قد تكون عباره مظلومه عباره دقيقه، يعني انا قليلا ما اشوفهم، كان فقط يجمعنا وقت الفطور بسبب أنه أنا كل النهار في الجامعة، يعني أصل قريب الفطور ربما بوقت قصير جدا، وبعدها بعد الإفطار عندنا بريد، وبريد الجامعة بريد ما شاء الله غني بالكتب، لأنه يعني عادة أنا ما أنجز بريد داخل المكتب، لأنه المكتب مخصص أما لمقابلة الناس أو إنجاز الأعمال الميدانية والزيارات بشكل كامل، لكن البريد ينجز يوميا، هذا يأخذ من عندي من 2 إلى 3 ساعات يوميا، بعدها مباشرة ما راح يكون وقت كبير يعني لتقضيه مع العائلة. قدر الإمكان نحاول أن نترك شيء للعبادات، ونحاول أن نقتطع من الوقت القليل لأن يكون هناك صلاة ويكون هناك قراءة قرآن. بكل الأحوال رمضان له خصوصية وله ربما طبيعة تختلف عن باقي أيام، أنت تشعر الوقت قصير، ربما عند الآخرين أنه وقت النهار طويل ووقت الليل قصير، ربما العكس، أنا أشعر أنه الوقت قصير في الليل والنهار، أكو تسارع في الخطى، بحيث إحنا الآن نشعر بحاجة إلى وقت أطول لي معالجة كثير من القضايا والملفات اللي تخص الجامعة. دكتور، كقائد إداري وأكاديمي وأب روحي للموظفين وللتدريسين، رسالتك في هذا الشهر الفضيل للتدريسين والإداريين والموظفين وأيضا الطلبة؟ يعني بالتأكيد إحنا دائما نطالب بشيء، نطالب بأنه العبادات دائما مقرونة بالمعاملات اللي هو بالسجود، فلا قيمة لصوم وصلاة بدون أن ينعكس على أدائنا في عملنا فيما يتعلق بإنجاز الأعمال المطلوبة بكل أمانة وصدق،
وأيضا حسن التعامل مع الناس، وهي قضية دائما أؤكد أنه الكلمة الطيبة صدقة. وأتمنى أنه في هذا الشهر على نفسي طبعا وعلى الموظفين والتدريسين بأنه الصيام هو يعني بين العبد وربه، وبالتالي أتمنى أنه لا ينعكس على تعاملاتنا مع الناس بشكل سلبي، ونكون أنه شخص ما متريق الصبح يكون ضايج ويتعامل مع الطالب بطريقة، ولا أيضا الطالب بالمقابل يكون عنده أن يستمر في واجباته والتزاماته، لأنه هكذا هي الحياة، هي حقوق وواجبات، كذلك العبادة فيها حقوق وفيها واجبات. دائما نسعى إلى أن يكون العبادة مقرونة، العبادة الصالحة بالعمل الصالح، وهذا ربما كل التوجهات الفلسفية ليس فقط الدينية تركز على ذلك. شكرا جزيلا لحضرتك دكتور، نتمنى لك الموفقية والنجاح والتواصل إن شاء الله. شكرا جزيلا، شكرا لكم.